بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بنات المتبعين اللي تنسلم عليكم، وجيت باش نشارك معكم هاد الرشيمه هادي. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هالبنات. وكيف دايرين بعدا مع هاد الصاد؟ واش عندكم شي صعوبات حتى نتوما؟ حنا في مراكش، راه لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يلطف بينا ويبرد علينا الدايمه يا ربي امين. جيت نشارك معكم هالبنات هاد القفيطين قميص بالتشنيف، كله مطمونطه بالتشنيف، جلال افتحات كلشي مطمونطه بالتشنيف، الكميمات حتى هما. وجيت نشارك معكم هاد الشويبي هذا كيفاش طلعوا فيه هاد اللوينات هادو. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم البنات، راه كله مطمونطه بالتشنيف لا جلال. دابا نوريكم افتحات والتوق حتى هو كيفاش طلع. هادو راه الكمام تنشنفهم، وباش نشنفهم بالكاويه البنات يبقى داك حرش تيدك، داك التشنيف تاع اللي فاش تشنفه بالكاويه تيبقى تيتك هكا، ملي تتلبسي تيبقى تيتكك، لا في الثوق خصوصا ديال الثوق جهه العنق. ننصحكم البنات ما باقيش تشنفوا بالكاويه، راه تتبقى مع تتحرش ديك البليصه اللي تدوز منها الكاويه، من الاحسن هكا بتشب المقص تيبقى رطب ما تيجيش تيتك. اللي مجربينه راه غادي يعرفوا كيفاش تتحسي بداك الحروشيه في عنقك، ولا تتحسي هكا بشي نبيشات بحال اللي تيدكوك، داك الثوب ملي تيدوب تيقصح تيولي بحال البلاستيك قاصح تيبدا تيدك. هذه هي النصيحه البنات، ما تشنفوش بالكاويه، من الاحسن هكذا بالمقص ديال التشنيف هذا تيكون هكا رقيق سنجير، مكتوبه فيه سنجير، هذا راه زوين الماضي هو باش تنشنفو بحال هكذا. شوف البنات هو التشنيف تشنف بلا ما نحتاج ندوز ليه الكاويه، لحقيتاش تيبقى داك التشنيف كي قلت لكم تيتك، فهمتوما؟ ما شاء الله نال الاعجاب ديالكم البنات. هذا راه الكميمات، وهذا راه الثوق البنات، الثوق جا هكذا عامر في هاد الرشيمه، راه مالفه تندوزها هي سليته. قلت طيب لكم الرشمه تلعب فيها كيف ما بغيت. هذه دابا درتناها الثوق عامر، السيده بات هكا الثوق يكون عامر بحال هذا الشكل هكا، هانتوما شفتو جا الثوق كله عامر. السيده بغات تنفس فيه، الله يطلق سراحه على خير ويفك على خير ان شاء الله. هادو جلايل البنات، هادو جلايل، الله يجيب لها فكاك على خير يا ربي، ويعطيها باش تفرح ورزق هاد الدرية الصالحة. البنات ديو معها في كومنتير البنات يفكوا على خير يا ربي، راه دخلت للكلينيك ان شاء الله، يا ربي تجيب لها الفكاكة على خير. هانتوما البنات شوفوا الجليل كيفاش جا، والافتحات هانتوما كي قلت لكم الافتحات بجوج هما هكذا جا صاير داير على الافتحات، وعلى وراه معاه كي قلت لكم البنات الكميمات حتى هما. وهذا راه السروال يا البنات، السروال القعده، شكون اللي عاقل على السروال القعده اللي خدمنا في 90 و96 و98؟ ها انتما هذا السروال القعده حتى هو درناه ليه، السروال اللي تيجي حدو حد الركبه، ها انتما البنات تيجي حتى لعند الركبه، ها انتما حتى هو جاب السليته بحال هكا شفتو، ها انتما ومع هذيك الخرطه ديالو ديال القعده شتايا البنات. المهم راه السريول القعده راه ما كاينش اللي ما تيعرفوش، المغربيه تبارك الله راه كلشي اللي ما لبساته هي راه لبساته جداها لبساته امها، ها انتما البنات كاع درناه في الشورات ديالنا، ودرناه مع القفيطين ديال الشوره ديال القميص الشوره، ما كانش شي عروسه ولا شي اسميتو ما تتوجدوش في الشوره ديالها وفي مع الحوايج ديال العرس ديالها. مزيان هادشي ما عمرو تيموت ولا تيدو موضة حتى يرجعو ليه الناس، يمشيو يمشيو يقدرو عليه وعاودو يرجعو ليه يحيو. هانتوما كي قلت لكم راه الجلايل صايرين دايرين، وهاد الثوق البنات كي قلت لكم عامر حتى هو، غادي يتشنف غادي نشنفو هكذا قدامكم البنات. كي قلت لكم التشنيف من الاحسن تشنفها بالمقص، هكذا درنا ليه ديك السده هنايا على حساب الثوق،
ايه بشويه هكذا. باش نفتحو ديك التقويره. جربت البنات داك الكاويه في التشنيف، ولكن راه تتبقى حرشه كي قلت لكم تدك، من الاحسن تشنفوها بالمقص بحال هكذا. ما تنساونيش البنات من لايك الحبيبات، وديروا اشتراك اللي ما مشاركش اول مره تيشوف القناه، يشاركوا في القناه باش يوصلكم من جديد، واللي بغاني نطبق مع هذا الرشيمه يخليها لي في الكومونتير ان شاء الله. راه رشيمه ماشي شي حاجه، راه فيها ماشي زعما صعيبه، فيها وريضات صغيورين بالخطفه بالمدخول الوين داخل فلون بالتيغراديات، كنخدمهم بالتيغرادي. وكاينين هاد النجيمات، النجيمات ديال الصقلي، يعني رشيمة بسيطة وفي نفس الوقت تجي زوينة بلدية ورومية في نفس الوقت، يعني عصرية بلدية. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم البنات، وكي قلت لكم بارطاجيو القناة الحبيبات باش تعمل فائدة، وان شاء الله راه غادي نرجعوا للدروس ونعاودوا نحطوا دروس ونحطوا رشيمات البنات والتطبيق ديال الرشيمات ان شاء الله. ولا بغيتوا التطبيق ديال هاد الرشيمه كي قلت لكم خليوه لي في الكومونتير، ولا شت الناس بزاف باغينها راه غادي نحطها لكم ونحط لكم التطبيق ديالها هانتوما. يلا لايك البنات، لايك لايك لايك، عمرو هاد الفيديو بلايكات، دعموا القناه البنات، القناه باقي خصها خصها لي لايك وخصها الاشتراكات البنات، دعمونا الله يجازيكم بخير. هذا فضل منكم البنات، ماشي تنامركم، ولكن ساعدونا تنشاركوا معكم رشيمات، ما تنبخل عليكم، اللي سولني على شي حاجه تنجاوبو، ما تنبخل عليكم حتى شي حاجه البنات، ولكن استعدوا معنا حتى نتوما وديروا لايك البنات للقناه وبارطاجيوها، الله يسهل امركم. هانتوما شوفوا التويق كيفاش جا، انا غادي نلبسو المانكل واخا ما مخيطش، حيت السيده اللي بغات تكلف به بغات تدي تخيط وتمونطي، بغيت تمونطي بالكوتوره يعني ما غاديش تكون فيه شي سميتو. المهم انا غادي نلبسو نقدر المانكل باش نشوف كيفاش جا في التويق، كيفاش جا في اللبسه. يلا البنات ما تنساوناش من الدعاء كي قلت لكم، السيده يفك الله على خيرها دخلت للكلينيك ان شاء الله، ورزقها ربي الدريه الصالحه وباش تفرح ان شاء الله. وتبعوا الفيديو البنات، غادي نحطوا لكم في الماركه ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش جا. تبارك الله عليكم، الى فيديو جديد ان شاء الله. نتوما البنات قلت لكم غادي ندير ليه المانكالي باش تشوفوا كيفاش التويق تيبان ان شاء الله. يعجبكم البنات هانتوما، لقيتوه بالفنيتات البنات، شتي درت ليه الفنيت اي باش يبان لكم في اللبسه كيفاش بغا يجي. هانتوما تويق عامر، والافتحات كي قلت لكم البنات افتحات في الجناب على هذا الشكل هكذا. هانتوما الجلايل والافتحات هكا كي قلت لكم، غادي تصايب لي السيده المجدول. هانتوما ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم البنات، وبصحة وراحة لمولاتو كي قلت لكم الله يفكها على خير، باقي ملي دار ليه المجيديل ويتخيط ليه السريوير ديالو القعدة اللي قلت لكم. يلا البنات تبارك الله عليكم، الى فيديو جديد ان شاء الله، وما تنساوش لايك البنات وبارطاجيو القناة وشي تعليق زوين وقولوا لي كيفاش جاكم هاد الشويبي وهاد الوينات هادو. تبارك الله عليكم، والى فيديو جديد ان شاء الله.